السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين وحياكم الله ومرحب فيكم في حلقة جديدة من لعبة The Long Drive أو القيادة على الطريق الطويل. أتمنى إن شاء الله اليوم راح بأفعى الصحراء مثل ما أنا سميته أو الباص أني أمشي صراحة أطول مسافة بالطريق. الباص فيه أغراض لنا وفيه أشياء، يعني يحملك أشياء كثيرة، لكن أنا انتبهت له إنه ما هو سريع، للأسف ما هو سريع، ويمكن يوم من الأيام نرجع إلى الخنفساء الحمراء. خلنا نشغل، يلا توكل على الله، حرك شوية، السرعة بطيئة جدا كأني قاعد أمشي في مدينة، وأنا ما استانس من الطريقة هذه. اللي عجبني اني اركب سيارة صغيرة، لكن خلنا نشوف نجرب، ما في مشكلة، التجربة خير برهان. بداية حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى ان شاء الله نقدم لكم حلقة جميلة، واتمنى من عندكم لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل اشعارات جديدة من قناتنا او عن هذه اللعبة الجميلة الفكاهية. هي لعبة فكاهية وفي حد ذاتها لعبة تحدي، وكذلك لعبة تعلمك الميكانيكا على أصولها. عرفنا أجزاء كثيرة من السيارة، الراديتر، المحرك، عرفنا هذا ياخذ ماء وهذا ياخذ كولين وهذا ياخذ أويل وهذا، يعني عرفنا بعض الأشياء. والله حليو الباص، ما زال الوضع تمام معاي، الركاب ساكتين نايمين، خبرون في الطرق الطويلة الركاب عادة ينامون. يا القيادة من برا أفضل، قيادة داخل حوسة، امشي عدل. يمكنني أرجع للخنفساء يا ناس، رأيكم أرجع للخنفساء؟ يا ولد إيش فيه ذا، قسم بالله الباص هذا علة، قيادته من برا افضل. على العموم في شيء مهم، بعض اصحابنا اللي يحبون اللعبه هذه كتبوا، قال دائما تزود بالوقود وتزود بالماء. ياه شوي 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 شوي، فعلا افعى، فعلا كل افعى يتحرك الباص يمينا يسارا. انا صادق يوم اني اسميه افعى الصحراء، هل هذا الاسم ينطبق عليها او لا؟ اللي عاجبني فيه اللون الجميل، لونه جدا جميل، نادر ما تحصل باص. جانا مبنى، جانا مبنى. ستوب 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 ستوب، وقف الباص. ايش ذا المبنى اللي داج؟ احس انها ما هي محطة وقود، احس انها نكبة. وقف، طفي، اوكي خلنا ننزل، يلا افتح الباب، نفتح الباب الامامي. يا اخي اغراضي اغراضي اغراضي، والله انكم ابو النكبة انتم، قسم بالله ابو النكبة. بعدين اذا عندي صنفرة وش اسوي، منين اجيب؟ روح داخل، خلونا نشوف. هذا اطار، طعام، لي كم يوم ما اكلت. هذا إطار جديد مرة. السلة هذه، أيوة السلة هذه أنا اللي أدور عليها. أوكي وين زروفتي؟ زروفة وين راحت؟ عاد أكبر كارثة ذي، والله راحت علي الزروفة، وين راحت؟ يا أخي غريبة، وين تروح؟ لا تشرب ديزل، كل يوم انا مشكلتي ويا الباص، دور هذا احذف هذا. شوفوا هذا الان حصلنا برميل ديزل طايح ما ادري وين، باقي اغراضي، اغراضي راحت، والله جميع اغراضي ما ادري وين راحت للاسف. يا اخي انا احس في شيء هنا، شوفوا شوفوا شوفوا، احس في شيء هنا.
اوكي، اوه هذا برميل. البرميل مخشوش هنا. اوكي، خلك هنا. انا عندي 4 براميل. طيب خلنا نوصل اغراض للناس. اوكي نزل. لا، لاني لو ركبت عليه بيحطني على جنب للاسف. في وتر بعد. خلني انزل. قفل. حبيبي انزل، انت مبسوط على الجلسة هنا؟ هذه أغراضه لازم نفككها، يعني في ماطور، في إيش هذا؟ تشغل. أنت وين رايح؟ صار لك؟ وش حصل عليك؟ شوف خوي، شوف بدي خوي. مستغرب كيف جاء هنا؟ يا حبيبي سوق. أوكي. قيادته صعبة يا أخي، هذا امتحان. أعوذ بالله. الله، رجع يا أبوي، رجع. نقول واصبحنا الصباح، ان شاء الله راح نصبح على خير. شغل، يلا يا ابوي امش. الباص كويس فيه انه يحملك اشياء كثيرة، بعدين ديزل، وعندي شوف الطريق فيه شيء. راحت جميع اغراضي، تخيلوا يا اخي. الباص هذا علة، ما يحفظ لك شيء. اتوقع الوضع اوكي معاي، ماشي الى الان، ماشي الوضع. راح نواصل مشوارنا ونشوف ايش راح يكون ان شاء الله بعد، يعني من محطة الى محطة. ايش رايكم نوقف عند البرج هذا ونتفحص البرج؟ اذا في شيء راح ناخذه. والله الباص حلو حلو حلو. ابي تقييمكم للباص، وضع الباص في الرحلة هذه، هل هو يعني كويس ولا لا؟ علما ان احد المتابعين كتب وقال الباص كويس، يحمل لك اشياء كثيرة، لكن عيب الباص بطيء. صح، الباص بطيء. شيله من هنا من هنا من هنا. يا اخي خوينا ذا يده طويلة وما هو قادر يتورط احيانا. اوكي، الورطة في الماء. اوكي، الماء كويس، يعني وضعه كل 8.9. الوضع تمام، يعني الى الان الوضع تمام. البرج هذا وش بنحصل؟ مسدس. ايوه، تقريبا في 5 طلقات. وين احطه؟ عندي مسدسين يا اخي، عندي مسدسين. اوكي ما في مشكلة، زيادة الخير خيرين. قسم بالله ان حذفت نفسك يا ويلي. ما صاب شيء، جني. ايش رايكم؟ ماي جاد، ذا الاسفنج يطير، ماني عارف ايش يطير، كل حاجة تطير. اشوف في ادراج هنا، ما في ادراج ولا في شيء. يا الله، ما سكرته يا اخي، انا كنت مسكره. ايش بلا هذا؟ لازم كذا، لازم عمل كامل. يلا توكل على الله. المسدس حقك هذا راح يضيع عليك، انا عارف، مثل ما ضاعت زروفتي راح يضيع علي المسدس كذلك. شوف، مره يتعدل ذا العلة ومرة يطيح. ايش رايكم احصل لي ثلاجة؟ ثلاجة، ممكن اجيب لي ثلاجة واحافظ على الاغراض فيها. اتوقع هذه افضل طريقة لي. هذا ايش؟ هاند بريك. توكل على الله، نكمل باقي مشوارنا. ارتحنا من الأرانب ومشاكل الأرانب، ما عاد تجينا
صراحة أحس إن الباص أكثر أمان، يعني أكثر أمانا. جانا مبنى كويس على الليل، في مبنى في طريقنا الآن، ولا ندري إيش المبنى هذا. مبنى شكليا لأول مرة أشوف مثله، لكن الحاجة اللي كنت أتمناها حصلتها. أوكي خلاص، إيش رأيكم؟ ما أدري أحصل من المجانين هذولا ولا لا. يستر الله، وين المسدس حقي؟ هذا فيه 5 طلقات. هاي الكابوي، وين المدخل؟ هذا المدخل، هذه شكلها ورشة كبيرة، وعندنا هنا ثلاجة كاملة. المجانين ما هم موجودين، ما هم موجودين. طيب ايش رايكم، احنا امننا ووصلنا، خلوني انام. ايوه انام، علشان الصباح رباح مثل ما يقولون، الصبح افضل، نشوف ونضبط امورنا احسن. نام، حول حول من الصباح الباكر. اول شيء راح افحص الثلاجة، اول حاجة، 1 2 3 فاضية ما فيها شيء للأسف. سكر. ولد، الله 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 الله، مليانة أطعمة يا حبيبي، يا حبيبي انت، يا حبيبي تعالي 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 تعالي. لا اول شيء اركبها هي، اتوقع كذا، اتوقع يا اتوقع كذا. اوكي 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 اوكي، شوف ان شاء الله انها تمشي. راح اروح لها من الجهة الثانية. يلا اوكي، جات 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 جات، خلاص غصبا عليها تجي، والله ما عندنا فيك، تصيرين مخزن. الله ياخذ عمره، والله العظيم ما هو فاكني. خلونا نشوف ايش موجود هنا، اكيد في اشياء واشياء كثيرة، اشياء جميلة. شوف بندقية، تخيل الاشياء اللي ما تتخيلها تحصلها، قنفس مدري. الله يا البنادق، الله الله، هذا ايش، انجن خنفساء، تخيلوا هذا انجن للخنفساء. يا الله يا حليلها، والله تذكرتها. اوكي 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 اوكي، شيل 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 اي حاجة تبيها شيلها، مرخص ترى. والله حتى الانجن هذا ودي اشيله، اليوم راح اقضيه، يعني انا قضيته ليل. اوكي هذا الانجن صار هنا، حلوة. حلوة قسم بالله انها حلوة. بنادق ايش كثر، هذا بندق، هذا بندق، يعني وش عندكم انتو غير البنادق. خلونا نشوف هل نحتاج نغير. ايوه هذا خاص، الله يقلعك يا ارنب، خوفتني قسم بالله. اوكي جاء 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 اعمال الصيانة. كوقف، فك الاطار، ركبه على هذا. اوكي كويس تمام، والله ما ادري يركب، لا اتوقع يركب، ما في لا، ما في لا حبيبي، هذا شغل ميكانيكا مو خرابيط، بس انه جديد، شوف جديد. باقي هنا واحد دمران مع الاطار حقه، هذا الاطار كويس، لكن مثل ما يقولون الجنط دمران. اوكي بعد ايش عندنا، ايش عندنا، المفروض اني اطلع فوق، لكن كيف راح اطلع فوق؟ جوالين كثير بصراحة، كثير. جيب 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 حبيبي جيب، والله ما ظل حاجة ما جبتها يا اخي، ايش بلاكد. تقريبا خلاص راح امشي، ما في باقي ثلاجة فوق، لكن كيف اطلع لها؟ قفل حبيبي قفل قفل، خلنا نتوكل على الله. مكان جدا رائع، مليان وقود، مليان اغراض، شوف اغراضي كيف محذفة داخل الباص.
راح اتخلص من الارنب هذا. اسحب فكنا يا عله، جابك علينا. تعالوا هنا في صندوق، هنا صندوق الماكينه. يا الله وش ذا النشبه. اوكي اوه قدامنا سفينه وفي برج هناك. ما راح يهمني البرج، السفينه ممكن سفينه، لكن عندنا وقود يعني وش استفيد منها؟ راح اوقف لضياع الوقت فقط. احد المتابعين قال اذا جيت في النزول، طبعا ما عندك وقود، اذا جيت في النزول يعني طفي الانجن، لا تخليه يشتغل، خلي السياره تمشي بدون وقود وهي راح تصل. ايوه نزول 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 نزول، طفي الانجن. سكرت الانجن، شوفوا النزول بدون انجن. ما عندي انا ديزل كثير، ماني خايف من الوضعية. شوف حتى السرعة انا محافظ عليها، لكن تخيل لو اشغل المحرك كم راح تكون السرعة؟ اكيد راح تكون السرعة عظيمة مرة. اوه خفف 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 خفف، كل ما السرعة تزيد. شغل ويلا واصلنا الطريق بأفعى الصحراء، هذا بسميه أفعى الصحراء مثل ما قلت لكم، يمشي في كل مكان عادي ما في مشكلة. الآن بدأت التضاريس، تضاريس الأرض تتغير علينا شوي شوي، وهي فعلا لونج درايف، فعلا القيادة في طريق طويل. ما ندري نهايته وين، ولا ندري يعني إيش راح يواجهنا أمام. نتزود إن شاء الله حصل ماء، ونتزود أشياء كثيرة، وننتبه للمجانين. أو راح أوقف بالطريقة ذي. الوصاخة يا وصاخة، طفي حبيبي طفي شوي، كويس إنه وصلنا في النهار. طلع مسدسك التعبان، وين مسدسنا؟ في 5 طلقات، والله مكان صغير للأسف، يعني ما أعتقد في ماء. أوه الغاز ستيشن هذه هل تشتغل؟ لا ما تشتغل أكيد. يا رب ماء، غاز غاز، كأنهم يدرون أني أنا أبغى غاز فقط. في شيء فوق؟ لا والله ما في شيء للأسف، ما في شيء، ولا شيء في المنطقة، ولا شيء مرة، ما في غير الإطار الجديد هذا الحلو الجميل. يعني تتوقعون يوم من الأيام نحتاجه؟ والله يمكن حبيبي، احذف بس احذف احذف، إطار جديد شيله معاك. الجالون ما في غير غاز يا أخي، شيله إيش بلاك أنت، شيله بس، وأنا هذه شغلتي، شيل 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 شيل، وبعدين إلى متى؟ طيب الحديدة هذه أنا لأول مرة آخذ حدايد مثل ذي، ما استفيد منها شيء. يلا يلا اركب 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 يا أبوي، المكان ما في شيء. أوكي الآن 80، تعدينا 80، يستر الله ما ينقلب فينا الباص يا ولد، لا ينقلب فينا الباص. أوه السرعة 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 القصوى 100. لا تصدم، امسك 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 الباص، امسك الباص امسك الباص، امسك الباص يا مجنون. دق 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 بريك دق بريك دق بريك. لا ما في تحكم والله. مشينا مسافة كويسة، جاتنا الأعشاب الآن، ممتاز. خلي تجينا الأعشاب، احنا نبغى التغيير ونبغى أشياء جميلة. أوه شكله هناك مبنى، وصلنا إلى مبنى، وفعلا هذا المبنى اتمنى يكون يعني مبنى حلو جميل، في اشياء حلوه وجميله. كأنه سفينه، لا ما هو سفينه، اي نعم مبنى، وفي سيارات وفي اشياء جميله، لكن بدينا ندخل الى عالم جديد، عالم الصحراء. الله الله سياره، شوف السياره الجميله. في واحد هناك، هنا النكبة. يا عمري على السيارة،
شوف والله حتى المنطقة حلوة وجميلة. سيارة جميلة يا حبيبي، تحرك انت يا علة. ما متحرك؟ شوف شوف شوف، مو بجايني. طفي طفي حبيبي، طفي طفي طفي، خليني بنزل. شوف العلة هذا كيف، والله انا محظي اذا اعرف اضرب بالمسدس ولا خرطي. اوكي والله الضربة القاتلة. جايني بدري والله ايش يقول. يا سلام، انا الان طمعان بالسيارة هذه، ما عاد اني طمعان بالباص، لكن الباص هو اللي وصلني لين هالمنطقة دي. خلنا نشوف اول شيء، نشوف السيارة، حالة السيارة، حالة السيارة. اوكي كلين امتي، الماء امتي، الانجن حقه الزيت فاضي كذلك. طيب اعزائي المتابعين، وها هنا راح اختم حلقتنا لهذا اليوم، ونشوفكم على خير باذن الله في حلقة قادمة حتى نستكمل المشوار معاكم في رحلة القيادة الطويلة على الطريق او ذا لونج درايف. طبعا وصلنا للانجاز هذا، فالانجاز هذا يحتاج الى شغل وتجهيز وامور كثيرة. اتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحلقة، لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعل زر التنبيه للمشتركين، ادعموا هذا الفيديو قدر ما تستطيعون باللايكات، واكتبوا اي كومنت تحبون، وان شاء الله راح معاكم استكشف هذه المنطقة قريبا بإذن الله في الحلقة القادمة. أتمنى لكم أوقات سعيدة، وأنتم تشاهدون هذه الحلقة راح أسكر الباب طبعا وراح أنام، وغدا صباحا راح أتفرغ للأشغال، ولكن أقول لكم أنتم أترككم في رعاية الله ومع السلامة.